بشكرك حنان وبنشكر كل مشاهدينا مرة تانية اللي تواصلوا معنا، وخلينا نروح لجولة أخرى من الاتصالات الهاتفية. معنا على الهاتف دكتور إيهاب الطاهر أمين نقابة الأطباء، والأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالأهرام. خلينا نبدأ مع دكتور إيهاب أمين نقابة الأطباء. دكتور بنرحب بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة حنان. دكتور، واحنا بنتكلم عن يعني انه في اختلاف بين النية بين الفصل في العمل الاكاديمي والاكلينيكي لاعضاء هيئة التدريس والتعاقد معاهم، كيفية التعاقد معاهم عشان يقدموا خدمة علاجية مميزة وممارسة العمل الاكلينيكي داخل المستشفيات. فهل ممكن حضرتك توضح لنا ده؟ يعني لان طبعا في الموضوع. طيب، في الحقيقة بالنسبة للقطاع الطبي على وجه الخصوص لا يجوز الفصل بين العمل الأكاديمي والعمل الإكلينيكي. تمام. لأن هما جزئين مكملين لبعض. يعني ما ينفعش أقول إن في أحد أساتذة قسم الباطنة ده هيشتغل في الكلية يدرس بس وما يشوفش مرضى. لأن جزء من التدريس هو على المرضى نفسهم. فهو ليه ثلاث مهام. في مهام التدريس للطلاب، جزء منها على المرضى. في مهام الابحاث العلميه وجزء منها على المرضى، وجزء الثالث هو علاج المرضى نفسهم وبالطبع على المرضى. فلا يجوز ابدا ان احنا نقول هنفصل ما بين الكليات وبين المستشفيات الجامعيه. طب دي الماده ال 14 من قانون 3300 يا فندم، هي اللي بتقول كده؟ الماده 14 اللي هي بتقول هيبقى عن طريق التعاقد، يبقى خاصه مع اعضاء هيئات التدريس علشان يشتغلوا في مستشفيات الجامعه. الكلام ده في الحقيقه مش مقبول على الاطلاق. اعضاء هيئات التدريس المفروض ياخدوا المقابل العادل لشغلهم في مستشفى الجامعه، لكن ما فيش حاجه اسمها في استاذ هيتعاقد واستاذ مش هيتعاقد. ده كلام مش مقبول على الاطلاق، لان الكلام ده ضد المنظور وضد الهدف المنشاه بشانه الجامعات نفسها. يعني كل اعضاء هيئه التدريس في كليه الطب مثلا واللي تابع ليهم مستشفى جامعي معين يجب التعاقد معهم، يجب ان يكونوا بيعملوا باستمرار يعملوا باستمرار في مستشفى الجامعه. احنا في الحقيقه ضد مساله التعاقد، لان التعاقد معناها انه محدد المده، ده عقد محدد المده، ده هجدده او ما جددوش. بنعمل عقد علشان ايه؟ احنا نشوف المشاكل عندنا فين. احنا عندنا مشاكل واضحه في الحقيقه في القطاع الصحي. طب هل انتوا يعني بترفضوا الماده دي يا دكتور من من الماده طبعاً دي من القانون؟ مبدا التعاقد طبعا. احنا بنتكلم على عندنا مشاكل واضحه في المنظومه الصحيه، ولكن للاسف بنحاول نلتف حوالين المشاكل الاساسيه علشان نلهي المواطنين بامور اخرى. ليه بقى يا دكتور؟ ليه احنا بنعمل كده؟ هي ان انا هعمل عقد ولا ما اعملش عقد؟ ليه بقى فعلا يا دكتور احنا فعلا هندخل كده في اتجاهات تانية او زي ما بنقول ابعاد تانية للموضوع، وبنسيب الموضوع الاساسي وهو تقديم الخدمة للمواطن وجودة كده. تقديم الخدمة للمواطن، وموضوع مش معضلة صعبة يعني. صحيح. الموضوع مش صحيح. معضلة صعبة جدا. ادارة المستشفى بشكل دقيق جدا يتسم على انه كأنه مستشفى خاص بنفس المعايير الجودة وتطبيق الثواب والعقاب على كل العاملين، وتطبيق معايير الجودة كلها في العمل لتقديم أفضل خدمة للمواطن. هو ده المفروض اللي بنتكلم عنه. بالظبط بالظبط كده، كلام حضرتك مظبوط. احنا عندنا الدستور هو أبو القوانين عندنا، والدستور بيقول أن العلاج حق، العلاج حق للمواطن. فما ينفعش إن أنا عشان بعض المشاهدين اللي كانوا بيتكلموا عن القصصة، ما ينفعش ان انا اقول هخصص القطاع الصحي الحكومي واحوله الى سلعه، لان اي حاجه بيدخل فيها القطاع الخاص، القطاع الخاص هو هدفه الربح، وده حقه، حقه تماما. لكن لما دخله في القطاع الصحي الحكومي، انا هنا بالضروره هرفع تكلفه سعر تقديم الخدمه الطبيه. طبعا. مين اللي هيدفع الفرق في التكلفه؟ المواطن. المواطن طبعا، المواطن الغلبان اللي هو يهمه. حاجتين مهمين، مستوى الخدمه شكله ايه؟ وهو هيدفع كام؟ الاثنين مع بعض. فايف ستارز بس تدفع مليون جنيه، يعني يبقى انا بهزر. فلازم الاثنين اراعيهم، لان لازم اراعي ان معظم الشعب بتاعي هو شعب فقير. المستشفيات الجامعيه
بتعالج حوالي 75% عشان كده في مخاوف وهلع، لانه طبعا حضرتك عارف ان المستشفيات الخاصه قبل ما الكيس او الحاله بتدخل لازم يدفع مبلغ تحت الحساب في البدايه قبل ما احيانا حتى بيسيبوا حالات تموت، فاكيد عشان كده في المخاوف من هنا وبدا طبعا الجدل والنقاش لهذه الاسباب. دكتور ايهاب الطاهر امين نقابه الاطباء، خلينا نتحول لاستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالاهرام. استاذ صبري بنرحب بحضرتك معانا، حضرتك شايف الجدل الثائر ده ازاي؟ اولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. ثانيا هذا الجدل ليس جديدا، جدل قديم، كان في قانون بيعد اعده بالفعل معالي وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور سيد عبد الخالق بهدف، وانا كتبت عنه في الاهرام الاقتصادي، بهدف انه مش قادر يحكم تواجد السادة الأساتذة في كليات الطب وفي المستشفيات الجامعية. عندنا في 24 جامعة حكومية، لدينا 86 مستشفى جامعي غير 5 تابعين لجامعة الأزهر. عندنا 91 مستشفى جامعي بيخدموا 46% من المرضى سنويا، وبيعملوا 75% من الجراحات الكبيرة للمرضى. إذا هذه المستشفيات مش بس دورها البحثي والتعليمي، لا ده دورها مهم جدا في خدمة المواطنين طبعًا. من المرضى طبعًا. حضرتك بتقول انه ما فيش هنا يعني في مشكلة في تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل المستشفيات الجامعية. دي أكيد وعشان كده كان ليس التعاقد زي ما قال الدكتور إيهاب تعاقد بالمعنى اللي بيقصده الدكتور إيهاب. هم قالوا يا جماعة حضراتكم مش عايزين تيجوا المستشفيات وغير متواجدين لأنه عندكم مستشفيات خاصة وعياداتكم ومؤتمراتكم، طيب إحنا نتعاقد معاكم أنكم تيجوا بعد الظهر في أيام أنتوا تختاروها تمارسوا العمل بمقابل. من هنا دي جت فكره التعاقد كده، مش تعاقد بمعنى انه هيتعاقد معاه في القانون ويمشيه زي ما بيقول الدكتور ايهاب. تمام. كان التعاقد على يعني نوع من التحفيز للاطباء والاساتذه انهم يجوا بعد الظهر بالظبط، لانهم خبراء واساتذه في مجالهم، وزي ما حضرتك قلت كل واحد طبعا عنده مستشفيته الخاصه، عنده الكلينيك او العياده بتاعته، فعشان ما يسيبش كل ده برضه ونضمن ان هم اساتذه كبار وجراحين كبار مثلا في مجالات متخصصه. على فكره على الرغم من انه القانون بيحتم وجود الاساتذه بغض النظر عن هم اطباء ولا غيرهم في كل التخصصات، ايام محدده في الجامعات وايام محدده في كلياتهم، ومع ذلك بعضهم مش كلهم يعني يتحايل على هذا ويروحوا وما يجيش. في اساتذه للاسف الشديد بيقعدوا بالشهور ما يدخلوش كلياتهم، ودي حالات موجوده وصارخه، ويشكي منها العميد ويشكي منها الوكلاء ويشكي منها الاساتذه نفسهم. طب اسمح لي احنا ناخد رد دكتور ايهاب الطاهر امين نقابه الاطباء مره ثانيه على راي حضرتك وعلى مفهوم التعاقد هنا، وقال لنا دكتور ايهاب انه مرفوض من وجهه نظر الاطباء. دكتور ايهاب، طيب اولا هو في الحقيقه مشروع القانون ما بيقولش كده خالص، ما بيقولش التعاقد علشان يشتغلوا فتره مسائيه اطلاقا. القانون هو في ايام محدده هم بيحددوها على حسب السكجول او الجدول بتاعهم خالص. مشروع القانون بيقول ان اللي هيشغلوهم في المستشفيات الجامعيه هم بعض اعضاء هيئات التدريس طبقا للعقد اللي هيعملوه، وعملوا نموذج للعقد في جامعه اسيوط، نموذج عقد اذعان للاساتذه، ومعظم الاساتذه رفضوه. فبالتالي مشروع القانون ما بيقولش كده، مشروع القانون بيقول ان اللي هيشتغل في المستشفيات الجامعيه هيبقى طبقا للعقد، مش مساله بعد الظهر او فتره مسائيه او حاجه زي كده. امال هيبقى ازاي؟ الجزئيه الاخرى، هل في بعض اعضاء هيئه التدريس غير ملتزمين او ما بيجوش احيانا؟ من المؤكد ان جميع الفئات فيها الملتزم وغير الملتزم، ولذلك يجب تطبيق، في عندنا قوانين ولوائح الجامعه تطبق على غير الملتزم، تطبق على اللي ما بيجيش، تطبق على اللي ما بيشوفوش شهرين ثلاثه اربعه. لكن ان انا انسى برضو المشكله دي وما اطبقش فيها اللوائح اللي موجوده عندي واقول ان الحل هو ان انا اعمل تعاقد مع بعض اعضاء هيئات التدريس والبعض الاخر لا، ده
ده كلام في الحقيقه. طب الحل من وجهه نظر حضرتك بما ان حضرتك طبعا امين نقابه الاطباء وبتتكلم عن لسان كثير من الاطباء وطبعا الجراحين الكبار، الحل من وجهه نظر حضرتك ده حل الاشكاليه دي عشان فعلا ما نقعدش نبعد وناخد الكوره في ملعب بعيد جدا عن الموضوع الاصلي؟ اتفضل. ده السؤال المظبوط، علشان نقدم خدمه طبيه حقيقيه في داخل منشاتنا الحكوميه تبدا برقم واحد الانفاق. يجب ان تلتزم الدوله بانفاق ال 3% من الحد الادنى من الناتج القومي الاجمالي طبقا للدستور، وده ما بيحصلش. الاجور يجب ان ترتفع اجور العاملين بالفريق الطبي كلهم، الاطباء والتمريض والجميع، لان لا يجوز ان انا اقول اقدم خدمه ذات جوده ومستوى الاجور لا يكفي للحد الادنى من الحياه، مش هقول الحياه الكريمه، الحياه. الاداره يجب تعيين ادارات ذات كفاءة عالية والبعد عن المحسوبيات. طبعا. القوانين الحاكمة لازم تبقى في عندي قوانين حاكمة لمتابعة عمل الأطباء بشكل حقيقي وليس متابعة بدفاتر الحضور والانصراف. المتابعة بالشغل، اشتغل قد إيه وهل طبق القواعد العلمية المعمول بها في عمل ولا لا. والإنتاج. بعد كده التدريب والتعليم الطبي المستمر على نفق جهة العمل عشان أقدر أرفع مستوى كل الفريق الطبي لتقديم خدمة طبية أفضل. بص يا استاذه، المشاكل معروفه والحلول معروفه. صح. ولكن للاسف ينقصنا النيه الحقيقيه لوضع الحلول الحقيقيه لحل المشاكل. احنا بنلف وندور حوالين بعض علشان ندفن راسنا في الرمل، والكلام ده في الحقيقه ما نتمناش انه يحصل في بلدنا مع الاسف. وفي موضوع يعني حيوي واكثر ما يكون انه امن قومي، دي منظومه صحيه يعني صحه المواطن، زي ما كمان بنتكلم عن الامن الغذائي. خلينا ناخد طبعا الدكتور ايهاب طاهر امين نقابه الاطباء، بنشكر حضرتك جدا. وخلينا ناخد تعليق اخير من استاذ صبري الجندي، تعليق اخير في نص دقيقه. استاذ صبري، عايز اقول لك بس انه الدكتور ايهاب يعلم انه في حاجه اسمها القانون وفي حاجه اسمها اللائحه التنفيذيه. تمام. اللائحه التنفيذيه هي التي تفسر المواد بالقانون. تمام. وبالتالي هو بيقول لك القانون ما بيقولش كده، لا اللائحه التنفيذيه هتقول كده. دي نمره واحد. نمره اثنين، اكيد اكيد الدكتور ايهاب امين نقابه الاطباء يدافع عن مصالح الاطباء مغلفه بشكل انه بيدافع عن المرضى، لا هو بيدافع وده واجبه انه دافع عن مصالح الاطباء، لكن المرضى عليهم أن يتواجدوا في مستشفيات زي ما هو قال تقدم خدمة صحية حقيقية، ويجدوا أطباء موجودين، مش المريض يدخل الاستقبال ما يلاقيش مريض دكتور بالساعات أو بالأيام يقعد يكلمه الدكتور بالظبط لحد ما دي. طبعا دي محتاجين أن يتم ضبط المنظومة الصحية. طبعا. سواء في المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة لصالح المواطن اللي بيدفع فلوس الأطباء واللي بيدفع مرتباتهم واللي بيدفع الضرائب. وبدل ما يبقى عندنا ناس بيتشدقوا بس بالفقراء والغلابة واللي مش عارف ايه، المجتمع نفسه الأغنياء والقادرين لازم يساهموا في دعم الفقراء من خلال عمل مؤسسي ومجتمعي لصالح الفقراء. أستاذ صبري جندي الكاتب الصحفي بالأهرام، نشكر حضرتك جدا. كل الشكر طبعا لدكتور إيهاب الطاهر أمين نقابة الأطباء. وفي النهاية يعني بعيد عن القوانين والتشريعات، بنتكلم عن أسمى مهنة في العالم وهي مهنة الطب، المهنة الإنسانية اللي بتتعامل مع إنسانيات البشر، اللي بتتحول مع الأسف لشيء تجاري بحت، وبنبدأ نطبقه مع القوانين والتشريعات، وبتغيب هنا الإنسانيات والضمائر. علشان كده بنتجه وبنلجأ للوائح التنفيذية والتشريعات، وهو ده في الغالب اللي لازم يتطبق زي ما بيتطبق في كل دول العالم عشان نحدد المنظومة دي فعلا ونقدر نحسنها ونتحول بيها لشكل أفضل. عموما طبعا زي ما احنا دايما متعودين من همزة وصل، الملف بيفتح ودايما بنتابع مراحله، وزي ما احنا عارفين ان القانون في اللجنة الصحية في مجلس النواب، هنتابع دايما تطوراته. واحنا بنجري، المخرج طبعا بيقول لنا احنا لازم نخلص الحلقة. ده موضوع حلقتنا بكرة من همزة وصل، وهو ما رأيك في إطلاق استراتيجية قومية لتطوير قطاع الصناعات الترافية والحرفية؟ ده الموضوع اللي هنناقشه مع حضراتكم بكرة إن شاء الله من همزة وصل. كل شكر لكم أعضاء مشاهدين على طيب المتابعة، قدما معنا إلى الأقرب إليكم.